مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من مصر بتتغير. النهارده يوم الجمعه 13 يونيو 15 من شعبان. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنعتذر طبعا لتاخرنا في بدايه هذه الحلقه لوجود عطل في هذا الاستوديو اللي احنا بننقل منه طبعا على الهواء مباشره هذه الحلقه. احنا يمكن النهارده يومنا كله كان مليء بعلامات التفاؤل، علامات التغيير. شفنا الماراثون اللي قاده طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه النهار او مع طلوع النهار، ده ادانا امل كبير ان بكره هيبقى احلى. شفنا كمان التصريحات اللي بتقول ان لو اي حد بص لاي واحده في الشارع هيجابوا بالقانون، وده كمان خلانا نحس ان طبعا اللي حدث من حادثه ماساويه طبعا في التحرش بفتاه في التحرير هيقبلوا ان شاء الله اثار ايجابيه على الشارع المصري وانضباط الشارع المصري. كان برضو من الحوارات اللي دائرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي حادثة إهمال طبي داخل مستشفى متواجدة على طبعا النيل بالمعادي. هذه الحادثة بنطلب من المسؤولين سرعة التحقيق فيها لوفاة طبعا المغفور لها هبة علاء العيوسي. خالص تعازينا لأسرة طبعا الفقيدة، وإحنا بنحتسبها طبعا عند الله شهيدة بإذن الله نعرف نجيب حقها ونبقى يعني أكثر دقة، لأن كل واحد منا ممكن يخطئ، ولكن الخطأ الأكبر أن أنت لما تبقى عارف أن أنت عملت خطأ وكطبيب ما تحاولش وتسرع أن أنت تنقذ المريض، ولكن تحاول أن أنت تداري على خطأك، فدي جريمة وليس خطأ. احنا النهارده كمان معانا مشروع هام جدا، مشروع اعلن عنه بعد ثوره 25 يناير مباشره، وبعد شويه الشعب المصري نسيه وافتكر ان هذا المشروع مش هينفذ، وجاء مشروع اخر بيحمل نفس الاسم، فاعتقدنا ان المشروع البديل ده هو الاساس. احنا قدام مشروع المليون وحده المزمع طبعا انشاؤه من قبل وزاره الاسكان، هذا بخلاف المشروع الآخر اللي القوات المسلحة بترعاه وهو مليون وحدة سكنية بالتعاون مع طبعا الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات اللي طبعا تابعة لهذه الدولة. مشاهدينا النهارده بيسعدنا ان احنا يكون معنا وبيحدثنا عن هذا المشروع القومي لوزاره الاسكان المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي. اهلا بحضرتك. اهلا فندم. انا بعتذر مره اخرى عن تاخرنا في بدايه الحلقه. بدايه عاوزين نعرف اي يعني الاختلاف ما بين مشروع القوات المسلحه ومشروع وزاره الاسكان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان مشروع المليون وحده او المعروف بمشروع الاسكان الاجتماعي، وده كان أعلن عنه بعد الثورة، وكانت الناس بتتقدم عن طريق إعلانات تم إعلانها في الجرائد الرسمية وعن طريق الوزارة وعن طريق أجهزة المدن. ده اسمه مشروع الإسكان الاجتماعي، ده كان فعلا أعلن عنه بعد الثورة، ولكن تعثر الظروف اللي كانت موجودة كلها نعلمها في سنتين ما قبل ثورة. هنناقش هذه الظروف بس يعني هذا المشروع بنؤكد ان هو اعلن عنه والناس تقدمت بالفعل. بالظبط كده بالظبط، وكانت الانطلاقه الحقيقيه له بعد ثوره 30 يونيو، وبالفعل حاليا النهارده الحمد لله احنا شغالين فيه بخطوات سريعه جدا عشان نقدر نعوض فتره التاخير اللي حصلت. يعني احنا عندنا دلوقتي مليون وحده سكنيه مفروض هتنشا على مراحل، على مراحل في خلال خمس سنوات، بخلاف برضو مليون وحده سكنيه هتنشا من قبل القوات المسلحه. انا حضرتك بس عاوز اوضح الاثنين والفرق بين الاثنين. هو فعلا هيبقى في 2 مليون وحده سكنيه ان شاء الله هينشاوا في خلال الخمس سنوات القادمه. مليون وحده اللي هم لمحدود الدخل اللي هم مشروع الاسكان الاجتماعي اللي اعلن عنه واللي بتقوم بتنفيذه وزاره الاسكان والدوله. اما المشروع الاخر اللي هو المليون وحده اللي اعلن من قبل القوات المسلحه بالتعاون مع شركه اماراتيه، فده مليون اخر ليس له علاقه بالمليون اللي بتقوم الدوله بانشائه. طيب اولا بقى نعرف بالنسبه لهذا المشروع اللي كان اعلن عنه في 25 يناير، ايه اللي اخره كل ده؟ ليه ما سمعناش عن تفعيل هذا المشروع اللي غير مؤخرا؟ هو طبعا يعني ما يهم الناس مش فترات الانشاء، ولكن ما يهمها الفتره هستلم امتى وهيتخصص لامتى. فطبعا هي الفتره اللي فاتت كلها ما كانش في اعلانات، لان احنا كنا لسه شغالين في مراحل الطرح والانشاء لهذه الوحدات، والنهارده احنا الحمد لله شغالين فيما يقرب من 180 مهندس صلاح. لا حضرتك قلت جمله استوقفتني، قلت ان هذا المشروع اعلن عنه في 25 يناير ولكن بدا تفعيله مؤخرا. بالظبط كده، ما انا بقول لحضرتك. وكان في زي ما عوائق او يعني معوقات لهذا المشروع، ولا كان في اهمال؟ لا هو كان في معوقات نتيجه الاحداث اللي كانت موجود في البلد ككل.
مش على مشروع الإسكان بس، ما كانش فيه إرادة تنفيذ، ما كانش فيه تنفيذ فعلي، وكان بدأ بصورة بطيئة جدا، ولكن فعلا انطلق انطلاقة حقيقية بعد ثورة 30 يونيو. وأقول لحضرتك النهاردة احنا بنتكلم ان احنا جاري تنفيذه ما يقرب من 180 ألف وحدة سكنية على مستوى المدن الجديدة والمحافظات. مخطط ان شاء الله اللي احنا ننتهي منهم تنفيذيا وتبدأ الناس تتقدم عشان يتخصص لها الشقق وتستلم الشقق حتى شهر 8 ان شاء الله، نهاية شهر 8 50 ألف وحدة سكنية من شهر 8 القادم، القادم ان شاء الله نكون اعلنا عن 50 ده ألف اقل وحدة. من شهر ونص ان شاء الله إن شاء احنا الله. بالفعل اعلنا من اول 1/6 عن 13 ألف وحدة والناس بتتقدم فيها، هينتهي التقدم او استكمال المشتريات. في ناس تقدمت في 25 يناير بالظبط كده، ما هم دول اعتقد ان اعداد كانت غفيره، أعداد جدا كبيره جدا يعني. اعتقد ان ثلاث ارباع الشعب المصري كان مؤمن ان كل واحد هياخد له شقه، فانتوا عندكم طلبات اعتقد اكتر من المليون. ما طبعا هو في طلبات كتير جدا، بس طبعا ايه الطلبات دي مش كلها هتبقى منطبق عليها الشروط اللي يستحق وحده في الاسكان الاجتماعي. يعني كل الناس كانت بتتقدم وفي طلبات مكرره، وطبعا احنا بطبيعتنا بنقدم مره واثنين وثلاثه لنفس الشخص وبنقدم في المكان ده. نعرف الشروط للتقدم عشان نناقش بعد كده الطلبات دي ايه اللي هيبقى صحيح منها، وفي ناس على فكره ضيعوا الوصولات كمان. ما هو يعني الاول نعرف ايه الشروط اللي هو تنطبق على المواطن المتقدم عشان يقدر يفوز بشقه من شقق الاسكان الاجتماعي. طبعا هو الشرط حضرتك اللي بنتكلم فيه من فتره ان هو كان متقدم بعد ثوره 25 يناير. الشرط الثاني ان هو يكون من محدود الدخل. ومحدود الدخل حضرتك تعلمي ان مشروع الاسكان الاجتماعي ده معمول لمين؟ لمحدود الدخل. الحاجه الثانيه انه ما يكونش سبق قبل كده استفاد باي شقه او ارض او وحده سكنيه هو او الزوج او اولاده القصر، لان الاستفاده من الدعم استفاده مره واحده مدى الحياه للاسره. الشرط الاهم ان احنا قلنا انه يكون من العاملين او المقيمين في نفس المكان اللي بيحجز فيه الشقه عشان نمنع ان هو ياخد شقه ويقفلها ويستغلها شهر في السنه، لا ده هيكون من العاملين او المقيمين في نفس المكان اللي بيحجز فيه. الشرط الاهم ودي يمكن اول مره ينزل في الشروط لمشاريع الدوله، ان النهارده اي حد هيتقدم بمستندات او بيانات مخالفه للواقع ويثبت انها فيها تزوير او فيها بيانات مخالفه للحقيقه، ده بيعرض نفسه للمساءله القانونيه اللي تصل فيها العقوبه. فصحه المستندات مسؤوليه من يتقدم، مسؤوليه من يتقدم ممكن تصل الى الحبس والغرامه وسحب الوحده في اي وقت حتى لو استلمها بعد 10 سنين. الحاجه اللي كويسه جدا برضو ان طبعا صدر قانون اسمه قانون الاسكان الاجتماعي. هذا القانون فيه هذا التجريم، بالاضافه الى ان هو صدر بالفعل، صدر بالفعل بالإضافة إلى إن كان زمان بيحصل فيه الناس بتتاجر بهذه الوحدات، يعني ممكن ياخد الوحدة مع إنها ممنوع فيها البيع أو التنازل، يروح بتوكيل في الشهر العقاري يعمل خارج الوزارة ويبيع الشقة. النهاردة بقى في حظر على الشهر العقاري إن يصدر توكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعي أو على أراضي الإسكان الاجتماعي. وهنا برضو عشان بس يعني نقول للناس ونوضح للناس ان يعني ما فيش اي حد يقول له ان انا اديك ايصال بمبلغ معين. هنتكلم في هذه النقطه لان يعني يمكن في بعض استغل رغبه الناس ان هي تقدم وان هي مثلا الوصولات دي ضاعت في بعض الاحيان او لم يتقدم أو اصلا او لم يتقدم اصلا. بس في اعتقد شرط حضرتك اغفلته وهو شرط السن. ما لسه ما كملتش حاجه لان في شرط السن ده مهم اللي هو من 21 الى 25. من 21 الى 25. طب نتكلم الاول على اللي قدموا الطلبات، عددهم قد ايه تقريبا؟ لا هي اعداد كبيره جدا. انتوا ما حصرتوش؟ لا لا طبعا هو في تم تسجيل كميه كبيره منهم النهارده ما يصل الى 2 مليون واحد تم تسجيلهم بالفعل. بالفعل. بالاضافه الى جاري تسجيل باقي الطلبات. فده اعداد كبيره جدا، بس زي ما بقول لحضرتك الاعداد دي فيها المتكرر وفيها لا ينطبق عليه الشروط. هذا الرقم ليس مقياس لشيء لان المقياس هو الشروط الاساسيه الموضوع. يعني نوضح للساده المشاهدين ان التقدم بطلب مش معناه ان انا هحصل على لا طبعا لا طبعا لازم انطباق باقي الشروط وهيتم فحص الاوراق وانطباق الشروط الاخرى بالظبط كده. بالنسبه بقى للقدم والوصل ضاع منه، لان طبعا اكيد بعد 25 يناير ما حدش سمع عن هذا المشروع، يعني سنتين يمكن بعد 30 يونيو ابتدى يفعل هذا المشروع، فاكيد ناس افتكرت ان انتوا يعني ده كان وهم والثوره بس، وهي زي ما نقول كده شد حيلها طلع هذا التصريح وبعد كده لن ينفذ. احنا كنا بنتكلم قبل بدايه البرنامج قلت لحضرتك ان الدوله يعني لازم يكون في مصداقيه للدوله،
واحنا نزلنا اعلانات وتصريحات بعد الثورة على طول، وقلنا الناس تتقدم في البريد او تتقدم في الوزارة او تتقدم في اجهزة المدن. تقدم ناس كتير جدا يعني تكبدت اعباء انها تروح تدفع البريد وتروح تصرف لحد ما توصل لمكان الاجهزة. فهذا هذه الطلبات لا تغفل. انا مع حضرتك ان بعض او نسبة من هذه المواطنين او من هؤلاء المواطنين ما كانش عندهم ثقة في ان الكلام اللي احنا بنقدمه ده هيبقى له اعتبار. انما لازم يؤخذ في الاعتبار، لان في ناس كتير جدا حافظت على هذا الايصال. بدليل النهارده ان احنا فاتحين باب الحجز من 1/6 في اعداد كبيره جدا دفعت المقدم 5000 جنيه وبتقدم بقيت بسرداتها. يعني في نسبه، انا مع حضرتك ان في نسبه يعني كانت غير معتقده ان ده ذو اهميه فقدمت والايصال مش موجود. طب بالنسبه بقى للي فقد منه او فقد الايصال يعمل ايه؟ هو اللي فقد الايصال يعني ايه؟ في استماره الحجز يكتب ان هو تقدم بتاريخ كذا، وهنشوفه على قاعده البيانات اذا كان موجود على قاعده البيانات فده حقه. يعني ده ما يمنعش ان هو يتقدم بطلب اخر. هذا لا يمنع. هو بص حضرتك، احنا قلنا شروط ولا نمنع اي حد من التقدم. بعد كده قلت بقى ان في البعض يعني بيستغل ان الناس دلوقتي مقبله على هذه الايصالات ويبتدي يزور لهم بعض الايصالات. بالظبط كده. هو طبعا الناس لما شافت ان اول شرط من الشروط اللي نزلت في الاعلان ان هو يكون من المتقدم سابقا، فبعض ضعاف النفوس بدا يستغلوا هذه النقطه. يستغلوها ازاي؟ يقول له انا هعمل لك ايصال وهجيب لك رقم واخد مبلغ معين. هذا الكلام انا بنصح اي حد لا يتعامل مع هذه الفئه من الناس، لان هو فعلا هيتكشف عليه، واذا لم يثبت فممكن يكون منطبق عليه كافه الشروط الاخرى ولكن حصل فيه تزوير فيه انه تقدم قبل كده، فبالتالي هيخسر فرصته. انما هو لو لم يحالف الحظ او ضاع منه الايصال او في مراحل اخرى تاليه جايه ان شاء الله هيبقى فيها التقدم في نفس الاماكن باعلانات اخرى. مش ده نهايه المطاف. احنا بنقول مليون واحده على مدار 5 سنوات، ففي مراحل اخرى هتنزل تباعا ان شاء الله في نفس الاماكن، وبالتالي هيبقى لهم فرص اخرى. المراحل الثانيه تقريبا هتنجز يعني ادينا ميقات محدده. لا، في برامج زمنيه محطوطه في خلال ان شاء الله لحد شهر 6/2015، بحيث ان كل فتره كل شهرين ثلاثه 6/2015 هيكون عندنا الجاري التنفيذي كله ال 180 الف دول ان شاء الله يكونوا منتهيين. ال 180. وبالتالي كل مرحله بتنتهي. انا عاوز اقول حاجه بس، احنا ما انا عاوز اعرف المليون واحده هتنتهي. ما هو المليون احنا قلنا 5 سنوات. خمس سنوات. انا بتكلم عن البرنامج الزمني لناه والجاري تنفيذه حاليا، بالاضافه الى الجاري طرحه كمان للتنفيذ. عاوز اقول ان احنا يعني في النقطه دي بالتحديد بنحاول ان احنا ما نفتحش باب الحجز غير لوحدات تقريبا قاربت على الانتهاء، يعني عشان ما يتقدمش النهارده ويدفع المقدم ويقعد بعد كده 5-6 سنوات ما يستلمش شقته. لا، ده هو ان شاء الله احنا بنفتح على يعني يا اما الوحدات انتهت او جاري الانتهاء منها او متشطبه وبنكمل المرافق بتاعتها وبنكمل الخدمات، بحيث النهارده هي الفتره اللي هينتظرها المواطن عشان التسليم. مرحله التسليم دي في كافه المحافظات 27 محافظه ولا في بعض المحافظات؟ لا، في كافه المحافظات. في كافه المحافظات. النقطه اللي عاوز اقولها برضو ان احنا النهارده لما بنقول فاتحين باب الحجز في مدينه مثلا 10 رمضان مكاتب الخاصه بالحجز فين؟ مكان وحضرتك تقصدي ازاي الراجل يحجز؟ ما هو ده برضه تسهيلا على المواطنين. نازل في الاعلان بنقول ان انت بتروح اي مكتب بريد جنب منك، بتسجل فيه، بتحط فيه ظرف فيه كافه المستندات وبتعمله وبتسجله بجواب مسجل بعلم الوصول على مكان معين في بنك الاسكان والتعمير، وبيدفع ال 5000 جنيه. والعنوان موجود في مكتب البريد. وال 5000 جنيه كمان بيدفعهم في مكتب البريد. فالمواطن لا بيروح يتزاحم ولا يقف في طابور ولا بيروح بنك الاسكان والتعمير، لا ده هو في مكانه. في 5000 جنيه دول ممكن يستردهم لو ما يعني ما جاش حظه في شقه. لو ما هو ما طلعش منطبق عليه الشروط بيسترد ال 5000 جنيه تاني. طيب بالنسبه لبعض المحافظات اللي يعني مش متوفر فيها الاراضي، لان انا عارفه ان في كثير من المحافظات يعني عندكم صعوبه في ايجاد اراضي للدوله. شوف حضرتك، احنا عندنا محافظات الوجه البحري كلها تقريبا بالاستثناء اللي هي محافظات الزراعيه، على سبيل المثال هتلاقي الغربيه، هتلاقي الدهليه، هتلاقي دمياط، هتلاقي بورسعيد، هتلاقي كل المحافظات دي فيها ندره اراضي في الاراضي املاك الدوله. ودي احنا بنبقى فيها حلول مؤقته ان احنا بنحاول نصل الى ان استبدال اراضي باراضي، يعني اراضي مميزه باراضي اخرى غير مميزه، او اراضي بحيث ان احنا نكبر المساحه اللي تستوعب اكبر عدد من الوحدات. بالاضافه الى ان احنا النهارده في بعض المحافظات بتطلب انها تتوسع راسي،
يعني بدل ما يبقى النهاردة بعمل عبارة 5 أدوار، لا، إذا كانت عندي الشوارع وعندي الـ 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 الرخصة بتسمح أن أنا بطلع أكتر من دور، ممكن أطلع أبراج وأعمل لها أسانسيرات، وتبقى برضو بحيث أن أنا النهاردة بعوض أن أنا بتوسع رأسي. يعني هذه المشروعات مش هتبقى في ظهير تابع للمحافظات؟ لا، أنا بتكلم عن المحافظات اللي هي فيها ندرة في الأراضي أملاك الدولة، أو الظهير بتاعها ظهير صحراوي، ظهير أسف زراعي. إنما المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي دي ما فيهاش مشكلة. وبالتالي ويمكن كمن ضمن الحاجات اللي كانت مبشرة جدا، المحافظات اللي في برنامج الرئيس، المحافظات اللي هيبقى لها ظهير صحراوي وتصل إلى البحر زي محافظات الصعيد كلها بالكامل، فطبعا دي هتبقى عندنا مدينة متسع من المساحات نقدر نعمل فيها مجتمعات إسكانية متكاملة. أنت حضرتك قلت لي المساحة بتاعت الشقة قد إيه؟ المساحة بتاع الشقة بتصل إلى 90 متر. 90 متر. هل في شكل موحد للمباني؟ لا، هو في نموذج موحد موجود في معظم المحافظات اللي هي فيها مساحات كبيرة. إنما لو في عندنا مساحات صغيرة فدي بيتعمل لها نماذج خاصة، بحيث إن برضو مساحة الوحدة لا تقل عن 90 متر، 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ متشطبة تشطيبة يعني ما يقرب من السوبر لوكس، ارضيات سيراميك، حمامات. طب الخدمات، هل الخدمات هتبقى متوصله؟ خاصه ان احنا شفنا في مشروع السابق ابن بيتك مشكله الخدمات دي يمكن هي اللي افشلت المشروع كله. انا قلت لحضرتك ان احنا بنحاول في هذا المشروع ان شاء الله ان احنا نتلافى كافه عيوب المشاريع السابقه. يعني النهارده عندنا وحدات ممكن تكون جاهزه كوحدات منشاه، ولكن ما نقدرش نسلم فيها عشان شغالين لسه في المرافق وشغالين في الخدمات الاساسيه. ودي تعليمات السيد الوزير ان احنا ما فيش شقه تسلم غير لما تكون كاملة الخدمات وكاملة المرافق، بحيث ان المواطن النهارده يوم ما تخصص له يبقى جاهزه للسكن، ما يبقاش فيها تاخير ان النهارده الشقه جهزت والمرافق مش جاهزه. لا، هو ده اللي بنشتغل فيه النهارده، ان تكون عندنا اي وحده تستلم المواطن تبقى وحده جاهزه للسكن في تاني يوم. طب هايل جدا، يعني هيبقى دي يعني مختلفة عن ابن بيتك. لا طبعا، يعني الموضوع ده له مشاكل وكان له. بالنسبة للبعد البيئي، احنا برضو سمعنا ان هذا المشروع سيتمتع بخاصية الاعتماد على الطاقة الشمسية. بالظبط كده، وده يعني كل شقة تقريبا الحمد لله مؤسسة معمول لها التأسيس انها تتغذى بالطاقة الشمسية. هيتبقى بس هي حتة ان احنا بعد ما نخلص الوحدات ان شاء الله يبقى يتركب السخانات الشمسية عن طريق عطاءات على الشركات المتخصصة، وتبدأ تعمل السخانات الشمسية، ويبقى النهاردة الوحدات دي بتشتغل كلها بنظام الطاقة الشمسية. طيب نشوف مع بعض هذا التقرير مع طبعا المواطنين البسطاء وأحلامهم لمشروع قومي فعلا إسكاني، ويقدروا هم كمان يعبروا فيه عن رأيهم، ونرجع مع بعض نكمل الحوار. منخفض القطارة في الفيوم 160 متر عن سطح البحر، يجيب لنا مية ويعمل لنا كهرباء توفر على مصر كلها وتصدر منها كمان. أنا شايف إن المشروع القومي لازم يتنفذ الوقت حالا، هو مشروع محور تنمية قناة السويس، لأنه المشروع إحنا الوقت في البلد ما فيش فلوس، فإحنا في ممكن نجيب استثمارات أجنبية تيجي تشتغل في المشروع، مشروع قناة محور تنمية قناة السويس، ومن ضهرها سينا، يعني لازم سينا بتعمل زي دبي زي سنغافورة. احنا بنطالب بان الشريان الحيوي اللي بيربط القارات ببعضها زي قناة السويس يبقى فيه اهتمام قوي جدا، ويكون كل العمالة اللي فيه مصرية، وكل الحاجات اللي تخرج منه بعيد مصري. اعتقد زي ما اشار سياده الرئيس السيسي ان بدء العمل في مشروع محور قناه السويس ربما يكون بريقه امل انه يفتح افاق للعماله والحد من البطاله. تمام، لان هو رقم واحد دلوقتي الهدف ان هو الحد من البطاله. لو الطاقه الشمسيه ممكن نستخدمها بدل الانوار اللي في الطريق ديت بتسحب كهرباء كتير وبتبقى شغاله صبح وبالليل، الطاقه الشمسيه بجد هتوفر كتير قوي قوي علينا وعلى الناس، هتعود علينا بجد بعائد حلو جدا. مشروع زي منخفض القطاره ده هيزود فعلا المساحه اللي ممكن الشعب المصري يعيش عليها اكتر بكتير. هنطلع من 6% اللي احنا عايشين عليهم في البلد، الزحمه الرهيبه اللي احنا عايشين فيها دي هتخف كتير. التقرير كان بيشمل آراء وأحلام الناس لمشروعات تكون مفيدة لهذا الوطن بيحلموا فعلا
بان احنا نبتدي نتحرك ونبتدي كلنا نشتغل ونحط ايدينا في ايدين بعض من اجل بناء هذا الوطن. طبعا هذا التقرير ما كانش ليه اي دخل بالمشروع اللي احنا بنتحدث عنه. مهندس صلاح، واحنا بنتحدث عن هذا المشروع بحب اعرف كمان هو يعني العماله اللي يعني اللي وفرها المشروع، اعتقد ان ده كمان جزء هام جدا ان في عماله كبيره جدا اشتركت في هذا المشروع. طبعا حضرتك مشاريع الاسكان كلها او مشاريع الانشاءات كلها دي معروفه انها يعني هي فيها اكبر عماله موجوده في قطاع من قطاعات الدوله، ومعروف ان القطاعات الاسكان اللي بتشتغل او شغل الاسكان اللي بيشتغل ده قاطره الاقتصاد في البلد. فطبعا الاسكان او العماره او الوحدات الاسكانيه بيشتغل فيها حرف كتير جدا، فهي من المشاريع اللي هي كثيفه العماله، فبتشغل فيها يعني الحديد، مصانع الحديد بتشتغل، مصانع الاسمنت بتشتغل، العماله اليدويه بتشتغل، العماله الحرفيه بتشتغل، في ده بيبقى فيها اعداد كبيره جدا من العماله اللي بتشتغل في مجال الاسكان، فده من ضمن الحاجات اللي هي بتساعد في اكيد انتوا رصدتوا يعني كجهاز تنفيذي للمشروع يعني ايجابيات هذا المشروع على سوق العمل. ايه هي اهم هذه الايجابيات؟ طبعا ايجابيات بقول لحضرتك انها بتستوعب عماله كبيره جدا في كافه المجالات. وكمان العماله اللي موجوده في المصانع المنتجه للخامات هل المشروع ساهم في تشغيل بعض المصانع اللي كانت متوقفه؟ طبعا مصانع الاسمنت كلها شغاله، مصانع الحديد كلها شغاله، مصانع الخامات الاخرى زي الطوب زي المحاجر الرمل زي الزلط زي كل دي خامات بتخش في مجال الاسكان، وبالتالي دي كلها بتشتغل. طب الثروه العقاريه دي مهمه قوي ان احنا نحافظ عليها، هل المشروع مخطط ليه ان يبقى في نوع من الصيانه؟ لان احنا بنعاني حتى في المباني القديمه من هذا الامر. حضرتك سألت سؤال مهم جدا، وده اللي احنا حاطينه في الاعتبار، ان المواطن عند التقدم ولما يتخصص له شقه ان شاء الله قبل اثناء الاستلام بيدفع حاجه اسمها اتحاد ملاك. اتحاد ملاك ده فيه حدود 5000 جنيه بيدفعهم على دفعات، بحيث النهارده بيؤسس اتحاد ملاك لكل عماره. يعني العماره فيها 24 شقه او 20 شقه حسب التصميم بتاعها، فهي النهارده بيبقى لها راس مال مقدم من المواطنين يؤسس له اتحاد ملاك لصيانه هذه العماره. بالاضافه ان احنا بنفكر النهارده ان شاء الله ان نعمل شركات صيانه. هيبقى شغلها الشاغل هو صيانه هذه العمارات، كل مجموعه من العمارات او كل كومباوند من العمارات، كل جزء كبير جدا نحاول نجمع اكبر كميه من العمارات تعملها شركه صيانه. مش هتكلف حد، هتصرف من الاتحاد الملاك او المبالغ اللي تم دفعها المواطن على الصيانه الخارجيه للعماره، الصيانه صيانه المناطق الخضراء اللي حوالين العماره، كل الكلام ده. فبالتالي يبقى النهارده بنحافظ على الثروه العقاريه. يعني انا عايزه بس اصدح من حضرتك، هل انتوا هتعملوا هذا المشروع او التجمعات العقاريه دي في شكل كومباوندز، يعني مناطق سكنيه هتبقى مصوره بحيث ان هي تبقى اكثر امانا زي بالظبط ما القطاع الخاص دلوقتي بيعمل؟ هو حاليا اللي بيتم تنفيذه في المدن الجديده، لان دي فيها مساحات كبيره على بعض، ممكن اعمل فيها مجموعه من العمارات، وبالتالي اقدر يبقى فيها لما شركه الصيانه تبقى موجوده بتعمل صيانه لمجموعه هذه العمارات. بعض المحافظات بيبقى فيها بقى ما اقدرش اعمل فيها نتيجه المساحات المتوفره في المحافظات دي، ممكن يكون المساحه المتوفره تاخد عماره او تاخد اتنين او تاخد اكتر او تاخد اقل، فدي بتبقى كل حاجه يعني مش هيبقى مجمع سكني موحد بيحكمنا يعني فيها الاراضي المتوفره في كل محافظه. انما في المدن الجديده او في المحافظات اللي هي زي المحافظات الحدوديه او المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بيبقى فيها تجمع كبير لان عندها المساحه كبيره، فممكن بيتعمل فيها التجمع على بعض. هل هتراعوا شروط البيئيه في كل محافظه في البنى؟ طبعا هي مراعاه. مراعاه شروط البيئيه مراعاه اللي موجوده في كل مكان. يعني النهارده احنا في المدن الجديده بنخطط العمارات بتبقى على مساحه 24% من المساحه الكليه، وباقي المساحات عباره عن مناطق خضراء وطرق. فالنهارده انا يعني لو عندي مساحه مثلا 100 فدان، فانا ببني العمارات دي نفسها بتبقى على 24% من 20 الى 25% 24% على العمارات، والباقي كله مناطق خضراء. فده من ضمن انا بتكلم كمان على شكل البنيان نفسه. طبعا يعني الـ العماره اللي تنفع في الاسكندريه ما تنفعش في الوادي الجديد. بالظبط كده. ويمكن حتى في الوادي الجديد او في بعض المحافظات مثلا ما اقدرش اعمل ارتفاعات اكتر من 4 ادوار
او ثلاث ادوار او دورين. ده على حسب كل محافظه، انما في عمارات اقدر اطلع فيها او أدراج. يعني لو كلمنا عن الوادي الجديد هناك عادات وتقاليد بيحبوا توفير يعني زي ما نقول مسكن للاسره كلها بحديقه بالظبط بالظبط مختلف. ده يمكن بقى مش 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 في المدن الرئيسيه في المحافظات. ده بتبقى طلب بعض الـ 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 القرى وبعض الاماكن الريفيه اللي هي ما بتحبش تقعد في عمارات، بتحب تقعد في مكان منفصل. وده ان شاء الله ده اللي هو البيت الريفي. البيت الريفي بكل يمكن احنا حتى في المشاريع السابقه عملناها وعملنا بيت ريفي في اكثر من محافظه، لان هي طبيعه الناس او طبيعه المواطنين في هذا المكان بيحبوا يقعدوا بهذا الشكل. وده ان شاء الله شغالين فيه، لان في عندنا زي قرى الزهير الصحراوي اللي كانت موجوده وكانت مغلقه، وده النهارده في تفكير انها ان شاء الله ازاي تستغل، لان دي عباره عن بيوت دور واحد. طيب حضرتك ما قلتليش بقى الوحده هتكلف كام؟ انت قلت لي هندفع كمقدم 5000 جنيه، وفي 5000 جنيه صيانه، ادي 10000 جنيه. بس ما قلناش تكلفه الوحده تقريبا كام على المواطن. الوحده على المواطن هتقف ب 135000 جنيه. 135000 جنيه اللي مساحتها 90 متر. بدون يعني مش داخل فيها الدوله متحمله ثمن الارض وثمن المرافق وثمن تنسيق الموقع. ال 135000 جنيه المواطن بيستفيد بدعم لا يرد من 5 الى 25000 جنيه. بيدفع مقدم، احنا قلنا 5000 جنيه جديه حجز لما بيروح يقدم. بعد كده لما يتخصص له الشقه او قبل الاستلام بيكمل ال 5000 دي الى 15% من ثمن الشقه. 15% يعني تقريبا كام من 135؟ ما هو 135 لازم يبقى تقسيم الدعم تقريباً. لازم تقسيم الدعم اللي هياخده المواطن. والدعم ده يعني مختلف تقريبا يكمل 15000. 15 تقريبا من 15 الى 20 حسب دخل كل مواطن. بعد كده خلاص بيدفع اقساط شهري اللي الدخل بالنسبه للحد الادنى للمواطن غير المتزوج مختلف عن المتزوج. بالظبط كده بالظبط بالظبط. لا وهناك برضو يعني ايه نقول برضو الغير متزوج اقل من 1700 1750 حتى الان. وفي محاولات لتغيير والاسره 2500 حتى الان لا يزيد. بعد كده نظام بقى الدفع، النظام الدفع هو دفع المقدم، بعد كده بيدفع قسط شهري بيبدا بين 500 جنيه ولاول مره ان بيبقى فيه الفايده عليها 7% طبقا لمبادره البنك المركزي الاخيره. حضرتك النهارده روحت تاخد قرض من اي بنك تجاري هيديهولك النهارده بكام؟ من 13 فما فوق. انما النهارده القرض بتاع الوحدات دي بقت 7% لمده 20 سنه. القسط على 20 سنه. القسط على 20 سنه بفايده 7%، فبالتالي هيبدأ السداد. فايده بسيطه ولا فايده مركبه؟ بسيطه. 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 ده يختلف كتير قوي بالنسبه للمواطنين. طيب بالنسبه لتمويل المشروع، بما ان حضرتك ذكرت البنك المركزي، هل هذا التمويل كله نابع من وزاره الاسكان ولا بالتعاون مع البنك المركزي؟ لا حتى الان تمويل انشاء الوحدات كله من الدوله. من وزاره الدوله. حتى الان. انما انا بتكلم بعد كده بقى المراحل التاليه، ده هيبقى النهارده المقدمات والاقساط اللي بتيجي من الشقق اللي تم بيعها هتخش بقى لاداره المشروع في في المراحل التاليه بالاضافه الى اللي يتم توفيره من موازنه الدوله. هل في اي نوع من اي تعاون ما بينكم وما بين مشروع المليون وحده سكنيه تابع للقوات المسلحه المصريه؟ لا هو ده احنا قلنا ده مشروع وده مشروع. انا عارفه انا بتكلم على اي تعاون بيجي ما بين التعاون بيجي ما بين القوات المسلحه وهيئه المجتمعات اللي هي قطاع من قطاعات الوزاره لتوفير اراضي في المدن الجديده لهذا المشروع. انما القائم بتنفيذه بالكامل هي القوات المسلحه. لا انا بتكلم ان هو مثلا هيكونوا متجاورين مثلا في الاماكن بحيث ان يكون في بعد يعني ايصال خدمات، ايضا في بعد يعني وحده يعني او توحيد هذه المنطقه كمناطق جديده بتضاف للخريطه السكانيه في مصر؟ لا هي طبعا حتى لو ما فيش توحيد ان دول يبقوا جنب دول او في نفس المكان، لان برضو المليون الاخرى ما هي متوزعه على مستوى الجمهوريه. بس في جميع الاحوال لازم هتكون الوحدات دي كامله المرافق وكامله الخدمات برضو، حتى لو بقت تجمعات مش قريبه من التجمعات المشروع الاولاني او ممكن يكون جنبها او مجاوره ليها. ففي جميع الاحوال هيبقى الوحدات كامله المرافق للمشروعين، مش هيقدر يسلم وحده النهارده بدون مرافق او بدون خدمات يعني. بالنسبه للمواطن البسيط، رساله سريعه حضرتك بتقدمها لي ان هو كيف يحصل على هذه الشقه بطريقه سهله وبطريقه مضمونه ومن غير ما يتحايل عليه البعض؟ هي رساله سريعه، اولا هو يتبع الاعلانات اللي نازله في الجرايد ونصيحه في الجرايد القوميه. الجرايد القوميه ونصيحه ان هو
اذا كان منطبق عليه الشروط يتقدم، اذا كان غير منطبق عليه الشروط يتقدم. هل هناك موقع الكتروني للجهاز؟ طبعا في موقع كل الوزاره. الوزاره للوزاره وموقع وزاره الاسكان. برضه النصيحه الثانيه، ما يتعاملش مع اي حد من اللي هم الناس المنصبين، اذا كان اذا لم يتقدم فعلا فله فرصه في مراحل اخرى، ما يتعاملش مع الناس اللي بتحاول تستغل ظروف وتنصب على المواطنين اللي هم مستحقين لهذه الوحدات بس لم يتقدموا، فما يتعاملش مع هذه النوعيه. هو فعلا يبقى صادق مع نفسه، اذا كان تقدم يروح يدفع المقدم ويكمل المستندات، اذا لم يتقدم فما يضيعش حقه ويخلي حد ينصب عليه، ويتابع الاعلانات في الجرايد في المراحل التاليه. وبرضه بقول له اذا حتى كنت منطبق عليك الشروط ولم يصدك الدور في هذه المرحله، مش معنى كده ان فرصتك ضاعت. معنى كده ان هو كل مرحله يتقدم، لان هو النهارده لو لم يعني لا انا بتكلم ان كل مرحله هيبقى ليها طلبات جديده طبعا هتنظر طبعا يعني طبعا. طلبات القديمه مش هتنظر. لا انا بشكر حضرتك جدا مهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي، شكرا لحضرتك. شكرا لفندم. مشاهدينا في كل مكان، ما زال هناك بشاير امل، بشاير خير بتطل علينا كل يوم، احنا متفائلين ان بكره اكيد هيبقى احلى بينا احنا وبعملنا، ومصر اكيد بتتغير.